السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معي صديقتي الغاليات. إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. من المدينة الإسماعيلية مكناس تبدع المصممة خولة بتصاميم راقية للجلابة المغربية والقفطان المغربي اللي كيظهر جليا في الطريقة التصميم الراقية واختيار الألوان بطريقة احترافية. مصممة لعشقات التصميم والقفطان وكتعكس العشق ديالها من خلال التصاميم ديالها وأبرز الموديلات وإنتاج مجموعة راقية اللي كنتمنى أنكم تكتشفوا منها هذه الموديلات اللي جد رائعة وآخر ما وجدته لينا. فهذا الشوتينج أكثر من رائع، ففيت لي حطيت موديلات من التصاميم ديالها بالنسبة للناس اللي ما شافوش الموديلات الأولى، غادي نخلي لكم الرابط. وبالنسبة للناس اللي بغاو ياخذوا موديلات أيضا غادي نخلي لكم الرقم باش تواصلوا معها. وكنتمنى أن الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستمتعوا به، وشكرا لكم صديقاتي الغاليات. إلى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك ديالكم والتعليق ديالكم إيجابية أم بارطاج. إلى كنتوا جدد فكنرحب بكم على القناة، شكرا لكم، إلى فيديو قادم إن شاء الله.